بالنسبة لظروف إنتاجات أحمد، كنا فرد الرابع يوم العيد الكبير، و يعني قلت لأحمد يوم برضه ويصلي، فلقيت الباب بيخبط جامد، فبقول له في حد، مين اللي بره؟ بقول له مين اللي بره؟ قال لي معرفش. كان قبليها هو قال لي إن في بعض أصدقائه اتقبض عليهم، فلقيته بص في العين السحرية ورجع يقول لي البوليس. فأنا خرج فتحت الباب، قال لي فين؟ لقيت ناس كتير جدا، وظباط جيش وظباط شرطة وناس ملسمة ومدافع رشاشة. الكلام ده كان فاضل 10 دقايق على الفجر. فبيقول لي فين أحمد؟ قلت له هو بس. زحني على جنبه واتشقت بدرة القوات دي هي، وأحمد نط من الشباك. فلما نط اختفى، ما بقاش حد شايفه، الدنيا بره ضلمة. فخدوني أنا وركبوني ميكروباص، هو كان بينط لبيت ورا، فواحدة بتنشر قالت حرامي، فهم طوقوا المنطقة كلها. كانوا جايين بحوالي 14 عربية ما بين قوات جيش مكتوب على العربيات قوات حماية المواطنين، وما بين عربيات شرطة كبيرة لنقل الجنود، ونازلين منها ناس ملسمة كتير. طوقوا المربع كله وجابوه، طبعا كسروا جراشات ناس وكسروا عربياتهم بالطلوع فوقها والكلام ده، لغاية ما جابوه. فجابوه هو كله قد كده يعني، 16 سنة ساعتها يعني. جابوه نزلوني انا من الميكروباص، وانا مش عارف اعمل له اي حاجه يعني، اعمل له ايه يعني، وركبوه ومشي. بعديها انا دخت 3 ايام بلف عليه، محدش عارف يقول لي ولا راضي يقول لي هو فين، لغايه ما في يوم لقيت القهوجي بيقول لي، بيكلمني الساعه 6 الصبح وبيقول لي على نصه شارعنا، انا لقيت احمد ونزلت له جاري. فتح الجرنان لقيت صوره احمد، بيقولوا نجحت قوات الصاعقه المصريه مع قوات الخاصه بمديريه امن الجيزه واللواء فلان والعميد فلان في القبض على فلان الفلاني والسن 16 سنه. انا مش فاهم ايه ده، هو بينزل من قيمه الصاعقه المصريه ولا بيعلم من قيمه العيل اللي لغايه السنه اللي فاتت بعالجه من التفاول اللا ارادي، لغايه السنه اللي فاتت والروجيتات عندي والدكاتره موجوده، يعني ايه اللي بيعملوه ده؟ من بعديها رحت له، عرفت ان هو في قسم الطلبيه، رحت له القسم قالوا ان هيطلع النيابه، طبعا يعني كان في حاله صعبه جدا، وقال ان هم عذبوه جامد وكهربوه في اماكن صعبه. فالمحامي لما عرف كده قدم طلب بعرضه على الطب الشرعي، طبعا ما تعرضش وخدوه في النيابه ومضوه ان هو متنازل عن العرض على الطب الشرعي. الكلام ده ساعتها يعني، وبعديها بقى 15 في 15 بلا سبب. المحامين، المحامي يخش يقول له عايز اطلع، يقول له ما فيش اطلاع. قالوا بيوجه الاتهامات لاحمد وبيقول له انت قطعت الطريق الدايري وحرقت عربيتين شرطه، قطعت شارع الهرم وحرقت عربيه وكسرت عربيه خلف كايرو مول، وضربت امين شرطه في شارع عثمان محرم وخدت سلاحه الجيري. شارع عثمان محرم ده زي الموسكي، وضرب امين شرطه ومش عارف عملت ايه، اتهامات كتير. قال له انا عملت كل ده، قال له التقرير بيقول. فالولد قال له التقرير بيقول واحنا لينا عقول، اللي يعمل كل ده محدش يعرف يمسكه ولا يحبسه، وانا ممسوك ومحبوس وقدام حضرتك متكلمش، رغم الكلام اللي حضرتك بتقوله ما ينفعش حد يمسك اللي عمله. فقال له اشوفك بعد 15 يوم، هو عليها 15 في 15 في 45. لما راح قدام محكمه الجنايات وربنا كرمنا بالمحامي، اجتهد عشان يوضح للمحكمه، وفي الفترة دي نحاول نصور القضية مفيش، وفي الآخر لما وصل ل 45 يوم ربنا كرمني بواحد أخذ 1000 جنيه عشان يصور لي القضية عشان المحامي يقراها.
ألف جنيه، لأن في القانون بتاعهم الحالي ممنوع تصوير الأواضي دي خالص، ولا في دليل ولا في حاجة. الحرز اللي خدوه من الشقة عندي سويتر بتاعي، أنا شغال على ونش إنقاذ عربيات، فأحيانا ببقى على الطريق الدايري، ببقى خايف إن وأنا بحمل عربية حد يخبطني، فلابس بلبس سويتر زي بتاع الزبالين في الشارع وزي بيعكس الضوء، فمسكوه وحطوه حرز ليه، وبيقولوا إن ده بتاع ظابط شرطة. ظابط شرطة إيه؟ الخامة دي غير خامة ظابط الشرطة خالص، ولا حد بيفكر ولا حد خامة ظابط شرطة إيه؟ أنا شارع ده هو كان في عربية من العربيات اللي بتيجي استيراد بالانصاص دي، هي يعني دي خامة مش موجودة ومحدش يلاقيها ولا يجيبها أصلا. بس وبعديها لما طلع خد إخلاء سبيل من محكمة الجنايات على التهمة اللي اتمسك عليها دي هي واللي اتبهدل فيها كل ده، جه ظابط المباحث قال له احنا ما خلصناش ان انت تسيبنا، وراح منزله بثمن محاضر تاني، وراح نيابه جديده خالص اسمها نيابه الاحداث الطارئه، والنيابه دي هي ما فيهاش بقى 45 وكده، فيها انها تجدد على النظام الحالي اللي موجود 15 يوم 10 مرات. هو كده قضى ثلاثه، بعد بكره يخش في الرابعه بقى. ده بالنسبة للأحداث دي هي. وبالنسبة حصل فرقعة ومات ظابط من كام يوم في شارع الهرم، فالولد كان بعديها بيومين عنده عرض على النيابة، فبيشتكي لي من معاملة في القسم وإن طلعوه من الحجز ورموه مع جنائيين صعبة و185 واحد في أوضة وكلهم صعب ومش عارف يتعامل وكده. فرحت للظابط بقول له ده عيل عنده 16 سنه ما ينفعش حضرتك تحطه كده. قال لي اصحابه قتلوا زميلي ومراته اتيتمت مراته اترملت وبنته اتيتمت، انا اعمل ايه؟ فهو ده اللي تحت ايدي. قلت له حضرتك الكلام ده ما ينفعش حضرتك، ان هو اذا كان الولد ده هو معوج المفروض حضرتك في مكانه علشان تقومه، انما حضرتك بتعامله كده وبترمي لي الرميه دي هاتي، يبقى هو هيطلع ايه للمجتمع كله اللي اذا كان معوج يبقى هيطلع ايه تاني؟ فراح قال لي هو ده اللي عندي، قلت له سلام عليكم ومشيت. بس وهو محطوط لغايه دلوقتي في قسم الطلبيه بلا اتهام، والقضيه الجديده اللي معموله المحامي بيقول لان جاله كذا واحد فيها في نفس القضيه دي، قال انا ادفع 10,000 جنيه واعرف اصورها، ممنوع تصويرها. ناس بيخش معاه محاميين ما يعرفوش ايه القضية، ومش متاح ليهم ان هم يعرفوا ايه القضية، وكل النيابة يقول هي الاتهامات اللي بتطلع من بقي دافع بيها، دافع عن ايه؟ ايه الدليل؟ مفيش اي دليل. وعيل عنده 16 سنة وفي تانية ثانوي وخدوه قبل ما يخش بيومين، خدوه كنا يوم ثلاث او اربع، وكان المدارس يوم الاحد. وشكرا على كده، ما وما فيش حيله ولا عارفين نعمل اي حاجه ولا حتى نصور القضيه الجديده دي، القضيه القديمه صورناها بعد شهر، ودي هي مش عارفين نعمل فيها حاجه ولا نصور ولا واتعملت وهو جوه وهو عنده. وبقول للظابط اللي بيقول لي زمايله قتلوا زميلي، بقول له هو كان فين ساعة ما زميلك اتقتل؟ مش كان عندك؟ ده عندك بقى له ده رابع شهر. قال لي هما زمايلي. قلت له شكرا. بس ومشيت. ومش عارف اعمل له أي حاجة. ولا حد عارف يعمل له حاجة. خلاص. زي ما أنا نزلت من الميكروباص لما كانوا واخديني وركبوه، مش عارف أعمل له حاجة. كل اللي بعمله له بودي له اكل وخلاص، لانه طبعا ولا بياكلوا ولا بيشربوا ولا حاجه خالص. وده اللي بقدر اعمله معاه، ومفيش حاجه متاحه تاني. بس